اليوم رح نشرح درس من دروس المولتيبليكيشن. رح نفهم الدرس عن طريق الاكسرسايزز. عنا 2 times 60 equals حسب التابل تاع 2 نحن حافظين 2 times 6 ونحن حافظين 2 times 60. فأول ستيب بدنا نعملها نشوف هون كم زيرو عنا. عنا 0 1 نحطه بعد الايكوالز ودغري بنخبيه من هون. هيك شو بصير عنا 2 times 6 حسب التابل تاع 2 نحن حافظين 2 times 6 equals 12 وبنحط هون 12. هي بيطلع معنا الجواب 2 times 60 equals 120. نفس الشيء حنشتغل هون. عندنا 30 times 5 equals حسب التابل تاع 5 نحن حافظين 5 times 3 نحن حافظين 5 times 30. فأول ستيب بدنا نعملها بنشوف هون عندنا 0 1 بنحطه بعد equals ودغري بنخبيه للزيرو اللي هون. هيك شو بصير عندنا 3 times 5 او هي ذاتها 5 times 3 حسب التابل تاع 3 نحن حافظين 3 times 5 equals 15. بنحط هون ال 15 هيك بيطلع معنا الجواب 30 times 5 equals 150. نفس الشغل هون عنا 40 times 8 equals بنشوف هون عنا 0 1 بنحطه بعد الايكوالز ودغري بنخبيه من هون. هيك بصير عنا 4 times 8 حسب التابل تاع ال 4 نحن حافظين 4 times 8 equals 32 نحط هون 32 هيك بيطلع معنا الجواب 40 times 8 equals 320. نفس الشغل هون عندنا 50 times 4 equals نطلع هون حسب التابل تاع ال 4 نحن حافظين 4 times 5 نحن حافظين 4 times 50. فأول ستيب نشتغله نطلع هون كم زيرو عنا زيرو واحد نحطه بعد الايكوالز ودغري بنخبيه من هون. هيك شو بصير عنا 5 times 4 حسب التابل تاع ال 5 نحن حافظين 5 times 4 equals 20 نحط هون 20 هيك بيطلع معنا الجواب 50 times 4 equals 200. نفس الشغل هون عنا 7 times 200 equals نطلع هون عنا 20 نحطهم بعد الايكوالز ودغري بنخبيهم من هون. هيك صار شو بيصير عنا 7 times 2 equals حسب التابل تاع 7 نحن حافظين 7 times 2 equals 14 بنحط هون ال 14 وهيك بيطلع معنا الجواب 7 times 200 equals 1004 hundreds. نفس الشغل هون عنا 9 times 600 equals نشوف هون عنا 20 نحطهم دغري بعد الايكوالز 1 2 ودغري بنخبيهم من هون. هيك شو بصير عنا 9 times 6 او هي ذاتها 6 times 9 حسب التابل تاع 6 نحن حافظين 6 times 9 equals 54 نحط هون 54 وهيك بيطلع معنا الجواب 9 times 600 equals 5400. نفس الشغل حنشتغل هون كمان عنا 700 times 8 equals بنطلع هيك بنشوف هون معنا 20 بنحطهم بعد الايكوالز ودغري بنخبيهم من هون. هيك بصير عنا 7 times 8 7 times 8 equals 56 بنحط هون 56 هيك بيطلع معنا الجواب 700 times 8 equals 5600. نفس الشغل عنا كم زيرو هون عنا 1 2 3 عنا 3 زيرو فبنحط بعد الايكوالز 3 زيرو عنا 1 2 3 ودغري بنخبيهم من هون. هيك شو بصير عنا 2 times 3 حسب التابل تاع 2 نحن حافظين 2 times 3 equals 6 فبنحط هون 6 ف 20 times 300 equals
thousands. كمان هون عندنا كم زيرو؟ 1 2 3 بنحطهم مع الايكوالز 1 2 3 ودغري بنخبيهم. هيك شو بصير عندنا 4 times 6. 4 times 6 equals 24. بنحط هون 24 بيطلع معنا الجواب 2 بيطلع معنا الجواب 24 thousands. 400 times 60 equals 24 thousands. نفس الشغل تقريبا حنشتغله هون. عندنا 3 times احنا بنحط هون الجواب equals 90. نفس الشغل تقريبا بنخبي هون الزيرو. حسب التيبل تاع ال 3 نحن شو حافظين؟ حافظين 3 times 3 equals 9. فبنحط هون ال 3 والزيرو اللي خبيناه هلا من شوي بنحطه جنب ال 3. هيك بصير عندنا 3 times 30 equals 90. نفس الشيء هون عندنا 6 times نحط احنا الجواب هون equals 180. نخبي الزيرو الموجود هون حسب التيبل تاع 6. نحن حافظين 6 times 3 equals 18. فبنحط احنا هون 3 والزيرو اللي خبيناه هلا من شوي بنحطه جنب ال 3. هيك شطارتها شو بصير عندنا؟ 6 times 30 equals 180. نفس الشيء هون بنخبي الزيرو عندنا 12 times 3 equals 36. فبنحط هون احنا هون 3 والزيرو اللي خبيناه بنحطه جنب ال 3. نفس الشغل هون بنخبي ال 2 0 حسب التيبل تاع 2. نحن حافظين 2 times 2 equals 4. فبنحن بنحط هون ال 2. وكم زيرو نحن خبينا هلا؟ خبينا 2 0. ما هلا خبينا 2 0 فبنحطهم جنب ال 2. هيك بصير عندنا 2 times 200 equals 400. نفس الشيء هون بنخبي 2 0 اللي من هون حسب التيبل تاع ال 4. نحن حافظين 4 times شو بيطلع معنا 8؟ 4 times 2. فبنحط نحن هون 2. وكم زيرو نحن خبينا؟ خبينا 2 0. فبنحطهم هون جنب ال 2. هيك ساعتها بصير عندنا 4 times 200 equals 800. نفس الشغل هون بنخبي ال 2 0 عندنا 8 times نطلع نحن الجواب هون 8 times شو بيطلع معنا؟ 16 حسب التيبل تاع ال 8. 8 times 2 فبنحط هون ال 2. وكم زيرو نحن خبينا هلا؟ خبينا 2 0 فبنحطهم جنب ال 2. هيك بصير عندنا 8 times 200 equals 1600. نفس الشغل حنشتغله كمان هون. بنخبي الزيرو عندنا 1 حسب التيبل تاع ال 1. حافظين نحن 1 times 4 equals 4 فبنحن بنحط هون 4. وكم زيرو خبينا نحن هلا؟ خبينا زيرو واحد فبنحطه جنب ال 4. 1 times 40 equals 40. كمان هون عندنا 5 times بنحط الجواب نحن هون equals 200. بنخبي زيرو واحد هون لأنه هون عندنا 5 multiply by بنحط الرقم equals 20. فبنخبي بس زيرو واحد حسب التيبل تاع ال 5. شو حافظين نحن؟ 5 times شو بيطلع معنا 20؟ 5 times 4. فبنحط نحن هون 4. وكم زيرو نحن خبينا؟ خبينا بس زيرو واحد. بس الزيرو اللي خبيناه بنحطه هون، ما بنحط 2 0، بنحط بس زيرو واحد اللي خبيناه هلا نحن من شوي. فبيطلع معنا 5 times 40 equals 200. نفس الشغل هون عندنا 10 times نحن نحط على جواب equals 400. نخبي 0 حسب التيبل تاع 10. نحن حافظين 10 times 4 equals 40
فبنحط احنا هاني 4 والزيرو اللي خبيناه هلا نحن من شوي بنحطه جنب ال 4 هي بيطلع معنا 10 تايمز 40 ايكوالز 400.